اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب اعتذر لجماهير الهلال وكيان الهلال من اعضاء شرف، وحب اعتذر من رئيس النادي الامير نواف واداره النادي، واعتذر من جميع اللعيبه، واعتذر من المدرب. وكان عندي برنامج اعدادي اسبوعين، يعني فتره عقوبه، يعني تعلمت منها الكثير. وحب اشكر المدرب لاعادته لي للفريق، وتحت الفرصه لي من جديد ان شاء الله، واللي فات فات ان شاء الله، والقادم احسن ان شاء الله.